السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، سعيدة بلقائكم متتبعي قناة شي وزين بهاني، نتمنى تكونوا بألف خير. اليوم إن شاء الله بتسائيت أنني نشارك معكم واحد لاجينواز اللي هي مكونات بسيطة وفي المتناول، موجودة في كل بيت، والطريقة إلى تبعتوها معي غتكون ناجحة معكم إن شاء الله 100%. بالنسبة للمكونات، أول حاجة البيض يكون درجة حرارة المطبخ. أنا استعملت هنا 6 بيضات، يعني كل بيضة كنحتاج لها 30 غرام دقيق، 30 غرام سكر سنيدة. بالنسبه لي انا خدت 6 البيضات، يعني احتاجيت 180 غرام تاع الدقيق و180 غرام ديال سكر سنيده على حسب المول اللي عندكم. انا عندي المول فيه 24 في الديامتر ديالو، يعني في القطر عندي 100، عندي 24 عفوا 24. بالنسبه لكم نتوما الا استعملتوا 5 غتستعملوا 100 تقريبا، غتضربوها في 3 غتجيكم 150 150. استعملتوا 4 على حسب المول اللي عندكم، الا كان فيه 18 او لا مثلا، اللي عارفين ليمول كل واحد والسعه ديالو او لا كل واحد والقطر ديالو. المكونات قلت لكم عندي 6 البيضات، 180 غرام دقيق، 180 غرام سنيده، عندي الفاني هنا باش نسمت اختياري، بغيتو نتوما تنسمو بنكهه البرتقال او نكهه الليمون الحامض. عندي كذلك القليل من الملح، بالنسبه للملح هي ضروريه، علاش؟ لان هي اللي كنخدموا بها البياض البيض باش كيعود لينا كريمي. اول حاجه غندوز نفرز البياض البيض على الصفار ان شاء الله ونطلقاو. بعد ما عزلت الصفار على البياض ديال البيض مشتو، بالنسبه للبياض انا عملته هنايا في العجانه، عملت مع القليل من الملح، وغادي نخدمو مزيان حتى يتغير اللون ديالو شويه، وعاد ان شاء الله نبدا نضيف ليه المكونات الاخرى. ملي كيبدا يدير هكا في هذا الرغوه او الكشكوشه، كنبداو نضيفو ثلث ديال السكر. ما طفناش في الاول، ضفنا غير القليل من الملح، انا مقربه شويه، كنضيفو الثلث بحال كنقسمو هذيك الكميه 180 غرام على 3. انا ضفت فقط غير نصف ثلث الكميه، وغادي نعاود نخدم. غنضيف، انا وقفت غير على الصدام ما خصش توقف، غنضيف الثلث الثاني وكذلك الثلث الثالث حتى نكمل السكر. عاد من بعد نشوف البيض هو الحجم ديال او الكثافه ديال هاد بياض البيض كي غيعود، عاد نبدا نضيف ان شاء الله في البيض. حاليا غنكمل الكميه ديال السكر، غنضيف الثلث الثاني والثلث الثالث كذلك نكملو. هنا كيعود بياض البيض هكا كريمي شويه كيف ما كتشوفوه، ثقال وبياض هكا. غادي نبدا نضيف صفار البيض تقريبا وحده وحده حتى تنسجم وحده، عاد نضيف الثانيه، غنضيف بالوحده هكا، وغاديه نعاود نخدمها كل مره نضيف وحده ونخدم الثانيه كذلك، تنكملهم بسته. غير ما كتبان لينا انسجمت كنضيفو الاخرى، يعني كل مره تنكملو صفار البيض اللي عندنا كامل. من بعد ما كملت صفار البيض كله ضفتو، غنضيف الفاني، وغاديه غير تكملو صفار البيض صافي زيدو في السرعه. القوام ديالها كيكون في هذا الحجم هكا ان شاء الله. دابا غنبدا نضيف لها في الدقيق. بالنسبه للقوام ديالها كيعود هكا كريمي هكا ثقيل. دابا غنبدا نضيف لها في الدقيق، وغادي نخلط بالفوي، غا هي كنخلطو بشويه، يعني ما نديروش واحد الحركات باش ما ننزلوش. بالنسبه للدقيق انا مغربلاه هكا، غنضيفو غير بالكميه، وغاديه نخلطو في اتجاه هكا من الاسفل للاعلى، من الاسفل للاعلى هكا،
بلا ما ننزلو الكريمه، حركه واحده ما نزربوش حتى تدخل لينا الكميه تاع الدقيق، عاد من بعد يمكن لينا نزيدو. نعاود نزيد، ما كنعطيوش الدقيق دفعه واحده، كنبقاو غاديين نفس الحركه، لكننا غاديين من اليمين لليسار نبقاو غاديين في نفس الحركه، ما نقلبوش الاتجاه. باش تبقى محافظه لينا على هذا القوام خفيف، كما كتعرفوا ما فيهاش الخميره، ما فيهاش ياغورت، ما فيهاش الزيت، يعني واحد الجينواز اللي كتجي خفيفه. نضيف عاود جوج معالق اخرين، حتى نكمل كميات الدقيق اللي عندي. حيدت الفوي وعملت سباتيلا باش كنحرك كيف ما شفتوا في نفس الاتجاه، كنت غادا من اليمين لليسار كنبقى غادا في نفس الاتجاه ومن الاسفل، حتى كتنسجم ليا المكونات كلها، يعني الدقيق مع الخليط الاول اللي عملنا في العجانه كنخليها على جانب. كناخذ المول هكا، مول انا دهنته وغبرته بالدقيق وعملت فيه واحد بابي كويسون في الاسفل، وغادي ننزل. انا شعلت الفران، اللي عنده فران الكتريك غيديرو على 180 درجه. غادي نهز الاناء الفوق باش تنزل الكيك مهويه كيف ما هي عندي هكا. خليط كامل كنقاد ليه السطح هكا، ناخذ واحد سباتيلا اخرى قاد فيها السطح الاخرى، ما كتجرش الخليط مزيان، يعني حيدتها سباتيلا الاولى، هذه كتجر كل الخليط اللي كان عندي في المود العجانه. كنقادو السطح هكا، غادي ندخلها للفرن اللي سخنته ان شاء الله، وبعد ما غتقرب طيب غنوريكم الطريقه كيفاش تعرفوا انها طابت وجدات او لا مازال. هي هذه كيف ما شفتوا، بعد ما خرجتها من الفرن كنجربها هكا، واخذ واحد العود هكا قطيب كتنزلوها حتى الاسفل، الا طلع لكم هكا ناشف عرفوا انها طابت، خرج لكم باقي فازك غترجعوها عاود للفرن. بالنسبه لي انا غنرجعها للفرن ولكن غنحلو وغنطفيه، علاش؟ باش ما تنزلش ليا، نخليها في الفرن شويه باش ما تنزلش تبقى ليا هكا عاليه. الاخوات مازال سخونه، خليتها في الفرن حتى بردت شي شويه باش ما تنزلش، هي ما نزلتش، يعني الا تبعتوا نفس الطريقه غتكون معكم جينواز ناجحه. غادي ناخذ واحد الاناء هكا اللي درت فيه بابي كويسون باش ما تعرقش ليا هكا، غنقلبو وغادي نقلبها، راه كتحيد بسهوله. بالنسبه للواجهه ديال هذا الكيك هي هذه الفوقانيه كما شفتوا، غادي نزول ليها هذا بابي كويسون اللي عملت في الاسفل. هذا هو الشكل ديالها، شو العلو. هذه هي الشكل تاع الكيك جينواز اللي نتمنى ان شاء الله تجربوها، وراه بامكانكم تقطعوها لثلاث قطع او ثلاث طبقات او اربعه على حسب اللي بغيتو. العلو ديالها راه تبارك الله ما شاء الله، وجات خفيفه، يعني ما كتحتاجش نديرو لها واحد السيرو هكا نسقيوها بزاف. نتمنى تجربوها ان شاء الله ناجحه معكم 100%، لا تبعتو نفس الخطوات اللي عملت.
هي الكيك ديالنا اللي نتمنى ان شاء الله تجربوها. شو الطريقه ديالها؟ المكونات بسيطه في المتناول، وبالنسبه للطريقه كذلك اللي تبعتوها راه غتكون ناجحه معكم 100%. العلو ها هو كيف ما شفتوا، مني توجد غادي تخليوها في الفرن وغادي تطفيوه، تخليوها شويه حتى تنزل الحراره ديالها عاد تجبدوها. هذا هو الوجه ديالها، هو اللي كيكون في الاسفل هو الوجه ديالها. ان شاء الله من بعد راه ندير بها واحد الكيك شكل طاقت ديال المناسبات، ونديرها في فيديو خاص ان شاء الله وتابعوني فيه. وكذلك هذه اللي عجبتكم ما تنسونيش من لايك فضلا منكم ماشي امرا، وكذلك اشتراك في القناه اللي مازال ما اشتركش، وتعليق محفز اللي هو دائما كيعطيني حافز انني نمشي معكم في الجديد. الى اللقاء فيديو جديد بحول الله، دمتم في رعايه الله، والسلام عليكم.